بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوانكم من جمعية يافا للإغاثة الإنسانية. طبعا احنا بذكر في تاريخ 3/8 أطلقنا حملة بيت، تم انحرق البيت وإجينا طبعا زيارة للحج نشوف إيش الوضع، فنخبر إنه إن شاء الله الحملة مستمرة. احنا على قدم وساق، احنا تضل الاشياء الصغيره الاخيره ان شاء الله، بس ولكن زي ما بنشاهد البيت كان محروق كليا. واذا بتتذكروا هنا كان المطبخ، وكان يعني كل نواحي البيت كان كله سواد بالسواد. فنعمنا المطبخ زي ما انتم شايفين، ادهان كله جديد الحمد لله رب العالمين. وطبعا فكرنا قلنا بما انه احنا راح نبلش نرمم البيت من اول وجديد، فنقلنا المطبخ عشان نوسع شوي كمان على العيلة. فهذا هو وضعنا. بذكر إن شاء الله إخوانكم من جمعية يافا، جمعية يافا للإغاثة الإنسانية قولا وعملا، زي ما بنشاهد ب3/8. وهاي اليوم نعرض عليكم، لسه حنضل الأشياء الصغيرة إن شاء الله، الشبابيك وضل أشياء صغيرة إن شاء الله، حتى ننهي ونسلم البيت كيف ما كان وأفضل بما شاء الله تعالى. خير الناس أنفعهم للناس، وتعاونوا على البر والتقوى. نشكر كل أخ من الشمال إلى الجنوب، كل أخ تواصل معنا اتضرع، حتى أني أقولها وأنا هيك بقلب مليان. في بعض من العائلات الوضع من شوي صعب، اتصلوا لي في إمكانية يتضرع ب100 شيكل. برجع بقول مش مهم قديش، المهم النية، إنما الأعمال بالنيات. فهذا وجه رسالة شكر وامتنان لكل إنسان اللي تبرع حتى لو بالقليل، ولرجال الأعمال اللي كل حبلة بوقفوا معنا. بارك الله ولكم، نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. طبعا إحنا بقي أيام قليلة، ولكن حبينا نورجيكم سيرورة الأعمال وين إحنا بالضبط. أطلقنا حملة 3/8، وين وصلنا إحنا؟ الحمد لله رب العالمين. ضل الأشياء الصغيرة، ضل علينا انه همتكم معنا كما تعودنا. بارك الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.